حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك المظلومين النجبا يا ما يا خاب والله من تمسك بكم. أمن من لجأ يا والتجأ إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قلبي يقل من الهموم جبالها، وتسيخ عن حمل الردى متوني، وأنا الذي لم أجزع لرزية لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما يا ليس يبعثه لظى سجيني، كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء يا تريني. ليت المواكب والوصي زعيمها يتمنى الشاعر يقول يا ليت فارس بدر وحنين موجود يوم الطف. ليت المواكب والوصي زعيمها يا وقفت كموقفها على صفيني بالطاف كي يروي الأولى. رفعت مصاحفها اتقاء منوني. ايش سووا بالطف؟ قال رفعت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم لواعج وضغوني وتتبعت أشقى ثمود وتباع وبنت على تأصيل كل لعيني. منهم اللعناء اللي أصلوا؟ قال الواثبين لظلم آل محمد. يقول التأصيل كل من هذول، من قتل الحسين هذول، من قتل ذرية الزهراء هذول اللي أصلوا، الواثبين
لظلم آيال محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني، والقائلين لفاطمين أذيتنا في طول نوحين دائمين وحنيني، والقاطعين أراكة كيما تقي في ظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حطبا على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والهجوم على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفهم برنين يخلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، أنا بروح لأبويا وبسعي وبوقف على قبره وبنعي وبقل له يا سوري ومنعي ترضى العدا يكسرون ضلعي ضلعي من غاب شخصك يا ولينا جارت نوايا الشرع علينا اجانا الصهاكب شياطينا ومعهم حطبهم شايلينا ندهتش عندك جاي لنا كل يوم قلبي مروعينا بس ما سمعني زرق عينه وامر على شيوخ المدينه يقودوا علي ليث العرينه وقادوا راسه مكشفينه ويلي ويلي وقادوا وراسم كشفينا وببنود سيفا يسحبونا طلعت خافي يذبحونا وبس شافني المشرك بدينا لطمني على خد بيمينا قال مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عاشت فاطمة بعد أبيها 75 يوما
ما رؤيا يا تضاحكا ولا يا كاشرا. لا يكاد أحد من الأئمة أو بشكل عام من المعصومين أن ينجو من الاختلاف في يوم شهادته وكذلك في يوم مولده، ولكن ما اختلف المؤرخون والمحدثون وكتاب السير والعلماء والمحققون في شهادة أحد منهم كما اختلفوا في تحديد اليوم الذي استشهدت فيه سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهذا أمر غريب، يعني فاطمة ملاك فريد من في دهره، فريد دهري وزمانه، يعني هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يعني الأنثى الأولى التي خلقت على وجه الأرض وأفضل امرأة على وجه الأرض، وهي بضعة الرسول صلى الله عليه وآله التي يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، وهي الوريثة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما خلف الرسول مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وما خلف أحدا من ولده أولاده وبناته، كلهم ماتوا في حياته، ما خلف غير فاطمة مع كل هذه الأوسمة التي تحظى بها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. سيدنا تفضلوا. مع ذلك نجد أن هذه الأمة اختلفت اختلاف كبير جدا في الفترة التي عاشتها بعد أبيها صلوات الله وسلامه عليه وعليها. المقل يقول 30 يوم عاشت كما هو في قول ينسب إلى اليعقوب، والمكثر البسوي في المعرفة والرجال قال عاشت 8 أشهر. وبين المقل والمكثر أقوال كثيرة، هناك من يقول عاشت 2 شهر كما في خبر يرويه المجلسي في البحار أو قول، هناك من يقول 3 كما هو مروي عن المسعودي، هناك من يقول 6 أشهر كما عن البخاري عن عائشة البخاري، والبسوي يقول 8 أشهر. بالأيام أيضا اختلفوا اختلاف كبير، من يقول 40 يوم 30 يوم 40 يوم 60 يوم 75 يوم كما في الكافي، 95 يوم كما في دلائل النبوة، 100 يوم كما عن ابن قتيبة. أقوال كثيرة جمعها بعض المحققين، الأقوال التي قيلت في الفترة التي عاشتها فاطمة 18 قول، ما كأنها سيدة النساء المرأة الأولى على وجه الأرض، ما تدري هذه الأمة متى ماتت، المرأة الأولى على وجه الأرض أفضل من حواء، إن قيل حواء قيل فاطم فخرها، أو قيل مريم قيل فاطم أفضل، ما في أحد أفضل منها، المرأة الأولى على وجه الأرض. البخاري يقول سيدة نساء الجنة، ما تدخل أنثى الجنة أفضل منها، ما في أنثى أفضل منها. مع ذلك هذه الأمة المنكوسة ما تعرف متى ماتت، هذا أمر غريب لو مو غريب، أمر غريب أو لا؟ المرأة العظمى الأولى على وجه الأرض ما يدرون متى ماتت، المقل يقول 30 يوم، شوف الاختلاف ايش كثر، يعني مختلاف يوم يومين وثلاثة، نقول ما يخالف كلهم اتفقوا على أنها عاشت
في فترة خلال شهر مثلا أو خلال شهرين راح. لا لا لا، المقل يقول 30 يوم والمكثر يقول 8 أشهر، هذه المسافة كلها بين 30 يوم وثمانية أشهر، ما يدرون أي يوم مات في سيدة النساء. هذا أمر غريب، هذا أمر غريب. زين، هاي لربما هناك أسباب واضحة وأسباب غير واضحة لهذا الاختيار. من الأسباب الواضحة أنها صلوات الله وسلامه عليها غابت عن الأنظار فترة من حياتها لما مرضت، كما في بعض الأخبار مكثت في مرضها 40 يوم. هذه 40 يوم أعرضت فيها عن الصحابة ولم تخبر أحدا بمرضها، تكتمت وأمرت أمير المؤمنين أن يتكتم حتى على مرضها. ليش؟ ما تبغي أحد يدخل عليها، ما تبغي أحد يستأذن يدخل عليها. 40 يوم ما يدرون عنها الصحابة، حتى أصبحت كالخيال، ما زالت معصبة الجبين، نحيلة البدن، غائرة العينين، منهدة الركن. يقول الراوي حتى أصبحت كالخيال، شبح، وما حد يدري عنها. ولما اشتد مرضها وصارت تحتاج إلى امرأة تعللها، بعثت إلى أسماء بنت عميس وأخذ أمير المؤمنين عليها العهد والميثاق أن لا تخبر أحد بمرضها. إلى هذه الدرجة هو مريضة، ليش ما حد يدري عنها؟ لأن ما تبغي يدخلون عليها. لما علم بعض الصحابيات ودخلن عليها قالوا لها كيف أصبحت؟ قالت أصبحت عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم. قالية يعني شنو القلة؟ ما ودعك ربك وما قلى، شنو يعني؟ لما عيرت قريش محمد صلى الله عليه وآله. صلوات على محمد. لما قالت قريش لرسول الله لقد قلاه أو قلاك ربك، أنزل تعالى قوله ما ود والضحى والليل إذا إلى آخره، ما ودعك ربك وما قلا، يعني ما فارقناك عن بغض. القلا والمفارقة عن بغض وعن كراهية. فاطمة تقول أصبحت قالية يعني كارهة لرجالكم، عائفة لدنياكم، خالية لرجالكم. السبب الأول أنها غابت عن الأنظار فترة. ليش قالوا 30 يوم؟ إذا قلنا 30 يوم، إذا قلنا مرضها 40 يوم والرواية المعتبرة عندنا 75 يوم شهادتها أو بعد 75 يوم، يعني من يوم من 30 تقريبا أو 35 يوم من فقد أبيها مرضت ولزمت الفراش. ولذلك البعض يقول عاشت 30 يوم. ليش؟ ما شافوها بعد 30، ما شافوها. من الأسباب أنها مرضت وغابت عن الأنظار. من الأسباب أيضا التي أدت إلى الاختلاف الكبير في الفترة التي عاشتها تغييب قبرها وتشييعها ليلى، تجهيزها ليلى. هتصور أنت الوضع، 40 يوم غايبة عن الأنظار وماتت وما يدرون، وجهزت وغسلت ليلى ودفنت، ومو بس دفنت، لا يقول الكليني في الكافي الشريف، وعفى أمير المؤمنين موضع قبرها من هوان الدنيا. حتى المكان اللي دفنت فيه ما وضع لها شاهد، ما وضع لها شاهد. سيدة النساء ما عندها شاهد، وعفى موضع قبرها. ومو بس شذي، وسوى 40 قبر، أقام 40 قبر جدد في البقيع، يعني أقام قبور وهمية لها شواهد، وقبر الزهراء ما إلى شاهد.
ما إلى شيء. يعني لو نبشت الأربعين قبر بعد ما يحصلون فاطمة. زي شنو علاقة تغييب قبرها بالاختلاف في الوقت الذي عاشت هناك؟ تلازم كبير، لأن الإنسان إذا مات وأقيم له قبر وتعاهده الناس ووضعت عليه رخامة واسمه ونسبه ومتى مات وما شابه، يصير يبقى في الذاكرة، كل ما مروا على قبره يذكرون يومه حتى لو ما عليه رخامة، كل ما مروا على قبره يذكرون هذا الميت، هذا فلان مات يوم كذا وكذا وحدث كذا وكذا. لكن إذا ما إلى أثار انتهى، حتى تاريخ موته ينسونه ينسونه. زين ليش غضبان عليهم فاطمة؟ زين ما يحضرون جنازته بعد، تغيب قبرها ليش؟ ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ آخر يقول ولأي شيء ألحدت بالليل فاطمة الشريفة، وآخر يقول ما دفنها بالليل. هذا اللي أرادته الزهراء، أرادت تحدث تساؤل يتنغم به الشعراء، يتغنى به الشعراء، لماذا تدفن ليلى ولماذا لا يوجد لها قبر؟ تعرف ليش؟ صح، هي أوصت شفهيا وكتابيا أن لا يحضر أحد جنازتها، لكن إخفاء قبرها شنو علاقة؟ ذاك غضبان عليهم ما تبغاهم يجهزونها ولا شيء، بعد إخفاء قبرها ليش؟ خشيعة عدها أولاد يبغون يوقفون على قبرها، ليش إخفاء قبرها؟ إخفاء قبرها للتأكيد على أنها ماتت غضبان عليهما إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة إذا تريد توقف على الزهراء على قبر الزهراء تتذكر، إذا ما وجدت تتذكر إنها غضبانة. لو إليها قبر اليوم وكان الخلفاء يتعاهدون وأبو بكر يقعد ويلطم ويبكي ويجي عمر يقعد على قبرها وعثمان، بعد ذلك يقولون لا هذا الرافضة يكذبون ما بينهم شيء. وإلى اليوم روايتين أو ثلاث يقولون أبو بكر دخل عليها وسلم عليها واعتذر منها ورضيت عنه، ما تتراضي عنه إلى اليوم. وهذه روايات غير معتبرة لا عندنا ولا عند أهل السنة، حتى أهل السنة ما يعتبرون بها. ليش؟ لأن أصح الروايات عند أهل السنة رواية البخاري عن عائشة تقول ماتت وهي واجدة على أبي بكر. خلاص انتهى، البخاري أكدها وقع عليها وحديث صحيح عندهم وألزموا أنفسهم به بصحة ما فيه، ماتت وهي واجدة على أبي بكر. هذا الغضب وإخفاء قبرها يسبب حرج إليهم، حرج كبير. ولذلك بعض العابثين في التاريخ مثل ابن تيمية يبغى يتخلص من هالمشكلة، يبغى يتخلص، يبغى يقول هذه كذبة من كذب الرافضة. يقول من قال بأن فاطمة غضبت على أبي بكر لأنها طالبته بفدك ومنعها ذلك فقد وصفها، ومنعها منه فقد وصفها بصفات المنافقين. ليش؟ قال لأن الله تعالى يقول في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أوليس من يصف فاطمة بذلك فكأنما يشبهها بأمثال هؤلاء بالمنافقين، يقول هذا يوصفها بصفات المنافقين، جاية تبغي فلوس تبغي أرض من الصدقات وما أعطوها وغضبت. ثم قال قاتل الله الرافضة، يعني ليش يقول قاتل الله؟ احنا وش يخصنا؟
يعني يبغى يقول هذه كذبة من كذب الرافضة، وهذه من الهبقات على قولة البحارنة اللي هبقها ابن تيمية، ما يدري هذا القول إلى عائشة إلى أمه، يقول قاتل الله فلان، إحنا وش يخصنا؟ يقول قاتل الله البخاري، البخاري اللي قال، البخاري اللي قال، وش يعني اللي قالوا؟ يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت فاطمة، الحديث طويل، جاءت أظن 2440 أو 4240 رقم، جاءت فاطمة إلى رسول الله إلى أبي بكر، هذا الراوي عائشة، جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطالبه بفدك وما أفاء الله على نبيه في المدينة وما حولها وبعض حصون خيبر، فقال لها سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فوجدت عليه وماتت وهي واجدة. هذا عائشة تقول، وبعد بعد تمام الحديث بعد عائشة تقول وماتت وهي واجدة ولم يؤذن، ودفنها علي ليلة ولم يؤذن لأبي بكر في الصلاة عليه. هذا كل حديث سني، ومع أن فدك تستحق من يغضب عليها، تستحق، لكن احنا ما نقول هذا الكلام، ما نقول غضبت لا من أجل فدك، مع أن فدك تمثل الدين، تمثل جزء من الدين، العبث في أخذ فدك يعني عبث في الدين. ليش؟ لأن فدك، فدك تمثل الأنفال، تمثل الأنفال يعني شنو؟ الأنفال يعني شنو أصلا؟ الأنفال هي كل أرض لم تفتح عنوة، كل أرض لم يحارب في إرجاعها أو في فتحها، لم يحارب المسلمين، هذه أنفال، هذه في راجع، يعني شنو راجع؟ يعني يرجع إلى خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني شنو جعل؟ يعني الخليفة خليفته آدم والخلفاء المعصومين من ولد آدم كلهم ملاك الأرض عن الله، إني جاعل في الأرض خليفة، فالأرض هذه كلها للخليفة. إذا جاء طاغوت وأخذ جزء من الأرض، أخذ الشام مثلا، وجاء جيش المسلمين وفتحوها ورجعوها، إذا فتحوها بالسيف الرسول يأخذ خمسها فقط وبقيتها إلى المسلمين، تبقى للمسلمين، لكن إذا رجعت من غير سيف، من غير سيف، مثل فدك، أهل فدك قالوا لا تحاربنا، خذ الأرض وفكنا، خذها وأخذها وطلعهم، طردهم، هذه ما فتحوها بسيف ولا عنوة ولا سالت عليها قطرة دم للمسلمين، هذه ترجع كلها إلى رسول الله. زين، إذا عطوها فدك لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، تدري يعني شنو؟ هم يفهمون ترى هذا المعنى، هم اغتصبوا فدك إلا لأنهم يفهمون هذا المعنى. إذا رجعوا فدك إلى فاطمة لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني يعطونها اليوم 90% من بلاد المسلمين، اخذيها هذه كلها. لذلك لما دخل الإمام الصادق أو الكاظم على المهدي وعلى الرشيد، أيضا الرواية متكررتين، متكررة مع الاثنين، قال لحد لي فدك، قال لأول حد منها وين؟ قال جبل أحد. ليش قال جبل أحد ودومة الجندل في الشام؟ لأن هذا البر كله لما فتحت الشام، هذا البر كله دخل في بلاد المسلمين، ما حاربوا عليه، ما حاربوا على البر، حاربوا على المدينة، يعني هذا البر كله إلينا إحنا أولاد فاطمة، لأن إلى رسول الله والوريثة الوحيدة فاطمة، هذا كله إلينا. يفهمون هذا المعنى؟ ليش يقول ما بقي لنا شيء؟ قال إيه، هذه فدك، هذه فدك. مع ذلك الشيعة ما قالوا بأن فاطمة غضبت على فدك، لا لا، هناك أشياء أخرى غير مسألة المادة. وكان سبب موتها الخبر الصحيح عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، خبر معتبر يصفه المراجع الفقهاء،
وكان سبب موتها أن قنفذا مولى الرجل لك ذهاب نعل سيف بأمر منه فأسقطت جنينه ومرضت مرضا شديدا ولم تأذن لأحد ممن ظلمها أن يعودها. هني شوف الفرق بين رواية البخاري، عائشة تقول ما أعطاها فدك وغضبت عليه، تبغى تبرر موقف أبوها، تبغى موقف تبرر موقف أصحابها من الفريق المناوى، تبغى تحصر قضية فاطمة في مسألة فدك، جت تبغي فدك وما أعطوها إياها وغضبت وماتت وهي غضبانة. لا، يقول حفيدها الإمام الصادق أن قنفذا ضربها بنعل سيفه بأمر من عمر ومرضت وأسقطت جنينها ومرضت مرضا شديدا ولم تأذن لأحد ممن ظلمها أن يعودها. زين تموت فاطمة وهي غضبانة عليهم، يدرون يدرون مسبة إلى يوم القيامة، هذه مو أي امرأة، غضبها من غضب الله. ولذلك أصر الخليفة على أن يدخل عليه وأبت أن تدخله، لا هو ولا صاحبه، قالت ما أكلمهم إلى أن ألقى أبي رسول الله وأشكوهما إليه، وأقسم أنه لا يبات تحت سقف إلا يدخل عليه. موضوع مهم، هذا موضوع مهم. فاطمة تمثل ثقل كبير بين المسلمين، مسبة تموت فاطمة وهي غضبانة عليهم، وبات بالفعل ليلة في الصقيع أو البقيع. اليوم الثاني جاء عمر إلى أمير المؤمنين قال له تعرف أبو بكر الشيخ وكبير وهو صاحب رسول الله في الغار وهو كذا وكذا، بحق رسول الله أدخلنا على ابنة عمك نترضاها نعتذر منها. استحى أمير المؤمنين من هذا القسم وجاء إلى الزهراء ذاك اليوم. الزهراء طريحة فراش، ما تقدر تقوم، ما تقدر تقوم. جلس عند رأسها قال لها أنت تعلمين ما جرى بينك وبين فلان وفلان، وقد جاء غير مرة يستأذنان للدخول عليك، وقد جاءني يستأذنان لذلك. قالت لا أكلمهما بالفصيح من رأسي، ما تكلم وياهم، ما تكلم وياهم. قال لقد ضمنت لهما ذلك. قالت يا ابن العم البيت بيتك والنساء تبع للرجال، واني ما أخالف، طول عمري ما خالفتك والحين على فراش الموت أخالف، النساء تبع للرجال والدار دارك على كيفك. قال جزيتي خيرا. أذن لهما، دخلا، ويبدو من فحوى الرواية هناك مجموعة من النسوة حول فاطمة، وسلما فلم ترد عليهما السلام. بعد تفهمها ما ردت عليهم السلام، ورد السلام على المسلم واجب. يقول الراوي سلما فلم ترد عليهم السلام وأشاحت بوجهه، أعرضت فاستدار. قالت يا علي جافي الثوب. قال إنما جئنا نترضاك نبتغي رضاك يا ابنة رسول الله. ما كلمته، ألحى في الطلب. قالت فاطمة يا علي إني لا أكلمهما بالفصيح من رأسي، ولكن أسأل عن مسألة، فإن أصدقاني رأيت رأيي، بعد ذلك أشوف أكلمهم لو ما أكلمهم، لكن أسألهم عن هذه المسألة. قال سلا والله لنصدقنك. قالت أوليس سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها
فقيد آذاني ومن آذاها في حياتي فكأنما آذاها بعد مماتي ومن آذاها بعد مماتي فكأنما آذاها في حياتي. قال اللهم نعم نشهد أننا سمعنا يقول ذلك. فقالت الحمد لله يا أشهد الله واشهدوا بأنهما قد آذياني وأسخطاني ولم يرضياني وإني لا أكلمهما حتى ألقى أبي رسول الله وأشكوهما إليه. فبكى الأول ونادى بالويل والثبور فقالت له والله لأدعون عليك في كل فريضة دخلا عليها اثنين يبدون الندامة والكل منهم يظهر التوبة بكلام ينادون يا بنت المضلل بالغمام عن نصفحي عزيزة المختار ياسي. وجهت للحائط وجهها كوكب النور وقالت ما بقيتم من التلويع والجو هيهات ما يطيب القلوب والضلع مكسور هذا جرح صدري وهذه لطمة العين. خرج من عندها فالتفتت إلى أمير المؤمنين قالت له يا ابن العم اجلس عند راسي فإني أرى أنني لما نزل بي مفارقة يومياً بعد يوم وأحب أن أوصيك بكلمات تختلج في صدري. جلس عند رأسها أمير المؤمنين بعد أن أخرج من في الدار وغلق الأبواب جلس عند رأسها يا قالت له يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ أن عاشرتني. قال معاذ الله يا ابنة العام أنت أبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي. ثم بكى وقال يعز علي والله في رقيك إنا مصيبة جددت علي مصيبة رسول الله إلا أنه أمر لا بد من فإنا لله ثم مد يده الشريفة وتناول رأسها ووضعه على صدره يقول الراوي وبكى يا ساعة. هي تنشج وهو ينشج بالبكاء وكأنه يسألها عن حالها
ينظر إلى وديعة رسول الله وكأنه يتذكر وصية رسول الله، يقول له هذه وديعتي ووديعة الله عندك. وشنو صار فيها؟ أصبحت كالخيال، اصفر لونها وغارت عيناها. يقول مولى عطية وكأني يسألها، قاعد يسألها عن حالها، يقول وظل يناشدها وتجري فوق خده دمعته، وإيش هالعصابة؟ يقول أشوف معصب عيونك يا بنت، يا بنت الرزق. والظل يناشدها يناشدها وتجري فوق خده دمعته، وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته؟ قالت الطاغ لطم خدي وعماني. ويلي ويلي ويلي، ظل يناشدها وتجري فوق خد دمعتي، وش هالعصابة؟ أدري أدري، بيتي بيتي غشيك على جدتك الزهرة. وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانتي؟ قالت الطاغ لطم خدي وعماني بلطمة، ونحل جسمي بنبتة المسمار، يا ليت الاحرام. كأنها تعاتبة بلسان الحال، حاشاها ما تتكلم، لكن كأنها تعاتبة تقول له لو تنظر بعينك ثبير، تقول انت بس لو تطالع الجبل ينهد من الخوف، لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يعصرون بصاير الموت. متعجب العالم من افعالك يا كرار، بالدار جالس والعبد يهجم على الدار، ومدامغك تجري وبيدك سيف الفقار، وان انتخب في الضاء وجنين خرب الاحتاب، ومن طحت خلف الباب يا حامل حمية ناديت يا فضة تعالي بعجل، وخريت يا حامل حمموشة علي، يا ورد لي الطاغي ولا اختشى منك ولا. الله أكبر، من تداحي الأبواب يضربوني قدامك. ويلي، وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني، وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني، واقف على راسي ولطم خدي وعيني. مرحومة عبرتك، سامع سامع القصة اللي طاحت وقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، وضربها الجلواز، ولما سمع الإمام الصادق قطع طعامه راح إليها إلى مسجد السهلة يبكي ويدعو لأجلها. هذه الدمعة إليها مقام عند الأئمة. وانت تشوفها يا علي وتسمع ونيني، واقف على راسي ولطم خدي وعيني، وناديت يا فضة تعالي وادركيني، ويلي ويلي وردا لك وقعدك يا ليت الحرايب. انت الذي من باسك تموج الكتايب، والله افعالك يا علي تراوي
عجايب عجايب. عمار واقف يقول رأيته يهرول إذا هرولوا. يقودونه يقودونه. يقول الإمام الصادق مثل البعير المخشوش. يقودونه. يقول عمار رأيته يهرول إذا هرولوا ويقف إذا وقفوا. قلت هذا أمير المؤمنين، هذا داحي الأبواب، هذا مجدي العامر، هذا قاتل مرحام. قلت والله إن عنده الاسم الأعظم، والله لئن نظر إلى السماء انطبقت هذه على هذا. يقول رحنا فيها. يقول فخشيت أن يخسف الله بأهل الأرض فأمضي فيهم، فمر علي وضرب على صدري وقال لي أكفف، طلع الفكرة من راسك، وأشار إلى قبر رسول الله وقال هذا من ذاك، ذاك رحمة للعالمين وأنا بعد رحمة ما أدعو عليهم، هذا من ذاك أو تعجب انظر ورائي تنظر أعجب وأعجب. يقول نظرت وراءه وإذا جدتكم تقوم ويقعدها الألم والسياق تتلوى على متونها. يقول ملا عطية، أحب هذه الأبيات، هذه قالها على فراش موته، على فراشه، على فراشه، عقبها بساعات توفى. يقول أم الحسن طلعت تدافع عن أبو حسين ملبب يقودونه وبس يدير بالعين. يقول بس يتلفت، بس يتلفت، ما شال سيف عنا تدافع والعبد والرمة تنهي بيتلتجي ولا قال كف الساف عنها. هذه وصايا الأنبياء وهذه محنها محنها. ولو تنشد يقول لك علي حاكم الدين. شلون حاله؟ قال وصل المنبر والحبل ملوي بجيده، ذاك الأسد وردال هالأمة تقوده، وهو الذي لو راد بس يحرك يده ويدعي السماوات العلى فوق الأراضين. يقول لكن بيتين الدعاء، وسألك الدعاء لقضاء الحوائج، رادت تبرهن للخلق بضعة الهادي ومدت اليمنى على القناع بقلب صادي والثاني على الباب وتزلزل، والثاني على الباب وتزلزل الوادي والكل صيح الغوث الغوث. يا ست النساوين سامحينا سامحينا، اويلي بشبلينها ردت ردت ردت. شلون يصورها من العطية؟ يقول مثل اللبؤة خرجت استنقذت السبع ورجعت، بشبلينها ردت ولاث الغاب معها ورجعت مثل ما ترجع الأبواب سبعها. شلون حالها؟ قال لكن إيدين على اللطمة وإيد على ضلعها. ولأي الأمور تدفن ليلى؟ إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، شافي مرضانا وارحم موتانا، سيما